السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم اصدقائي، قبل ايش عليكم الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في القناة. سيبقون متظاهرين، المالية النيابية تكشف مصير التعيينات في موازنة 2022. كشفت اللجنة المالية النيابية حقيقة وجود تعيينات كبيرة في مشروع قانون موازنة 2022، وقال عضو اللجنة محمد الشبكي ان مشروع قانون موازنة 2022 ما زال حتى اللحظة طور الاعداد من قبل مجلس الوزراء، لكن وفق المعلومات الاولية ان القانون لم يضم اطلاق درجات تعيين كبيرة كما كان في السنوات السابقة. واضاف الشبكي ان مشروع قانون موازنة 2022 سيضم بعض درجات التعيين الصغيرة من خلال الحذف والاستحداث، مردفا ان هذه الدرجات لا تشمل كل مؤسسات الدولة ولا جميع الاختصاصات. وتابع عضو اللجنة ان الازمة في التعيينات ستبقى مستمرة وسيبقون الخريجون واصحاب الشهادات العليا في ساحات التظاهر لغرض التعيين. الحكومة تتحدث عن المساس برواتب الموظفين وجود التعيينات بموازنة 2022. أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مصر محمد صالح وجود تعيينات ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2022. وقال صالح في تصريح أن مشروع الموازنة من المشاريع المهمة للبلاد، لذلك يجب أن يكون أولى مهام البرلمان المقبل، لافتا إلى أن اتفاق إطار التعاون بين العراق والصين بات نافذ المفعول. وأضاف أن الموازنة ستقدم قبل نهاية العام إلى البرلمان للمناقشة، متوقعا أن يكون سعر برميل النفط فيها 50 دولار، مبينا ان الموازنة اذا استطاعت ان تحقق 70 دولار للبرميل على مدى 12 شهر مع ايرادات غير نفطية والتي تحقق ما مرسوما لها، فان الامور ستكون جيدة. ورجح صالح ان تحتوي موازنة 2022 على فرص التعيين ولكن لن تكون كبيرة، نافيا ان يكون هنالك مساس برواتب الموظفين، كما ان حصة الاقليم ستكون متروكة للمفاوضات السياسية بين الحكومة والاقليم، وهذه الامور جميعا متروكة ايضا للبرلمان. هل ستمس موازنة 2022 رواتب الموظفين مجددا؟ البرلمان يحسم الأمر. كشفت اللجنة المالية النيابية وجود حقيقة استقطاعات وضرائب جديدة على رواتب الموظفين ضمن مشروع قانون موازنة سنة 2022. وقال عضو اللجنة محمد الشبكي إن الأنباء التي تتحدث عن وجود استقطاعات وضرائب جديدة على رواتب الموظفين ضمن مشروع قانون موازنة سنة 2022 غير صحيحة، فلا يوجد هكذا توجه، خصوصا مع ارتفاع أسعار النفط الذي سيسد جزء كبير من العجز. وبين الشبكي أن الحكومة ليس لها أي مبرر حتى تفرض استقطاعات أو ضرائب جديدة، كما لم يعد لها أي مبرر لبقاء سعر صرف الدولار، فعليها إعادته كما كان سابقا، كون العجز المالي سيتم سده بفارق سعر النفط الذي ارتفع كثيرا عن ما ثبت في قانون الموازنة.